السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نكمل قصتنا. فصلية بنت شيوخ ويا البافت التاسع. قعدت سمر تصرخ من الألم. يومه لحقيني، كانت يمها أم ذياب قاعدة تسم الله شبيش، قالت لها ما أعرف ألم بطني وظهري بس أنتي بشهر الثامن، قالت لها ما أعرف أجاهم. ثياب على صياحة شافها سابحة بدمها، بالدم شالها وركض بيها سيارته، وأمه نزلت فهد وعافته عد ماري وراحت وياهم طول الطريق تصرخ من الألم. ذياب يمه هاي ليش تنزف أميتك ومتبك، خايف والدته تهدي بيه، ماكو شي يمه، يوم قول يا الله إن شاء الله ماكو شي. سمر تشد على ايدين ذياب بكل قوتها وتصرخ، دخلوها العمليات. الدكتور قال لهم مش قد لها حملها. ذياب قال له بداية شهر الثامن احتمال الطفل ما يعيش. ذياب قال له مو مهم، اهم شي هي. دخلوا العمليات وطلبوا دم، وذياب قال لهم انا اتبرع بس دمه ما يتلائم ويا هي. الدنيا سودت بعيانه، قعد بالقاع خلى ايدي على راسه، حتى دمي ما يتطابق دمج، اكيد ما راح نكمل حياتنا سوا، يا ريتني ما قسيت عليك طفلتي البريئة. ام ذياب تقرأ قرآن وتدعي. ساعة ونص يلا طلع الطبيب، الطفل خلوه بالحضانة. الدكتور قالهم البنية جسمها ضعيف، ما قدرنا نقطع النزيف ونريد توقيع ولي امرها حتى نشيل الرحم. ذياب بيأس، وقع شلون حتى راح تكمل حياتها بعد اللي صار. المهم قال لها اهم شي صحتها، وبعدين تفرج سوولها عملية. بعد ساعتين كانت امها واخوها احمد وعلي يمها. ذياب وامه قاعدة شافتهم، قالت لهم الطفل مات، مو ما انتبهت لامها. سمعت صوت امها ما مات، جتك بنية تخبل. سمر من شافت امها قامت تبكي وتصارخ ليش هيك يمه، ليش نسيتوني، وينكم عني، ياما صحت اريدكم تجون، ياما بكيت ايام وليالي، ليش هستوكم وجيتوا، ليش. امها حضنتها وتبكي، سامحيني يمه والله حكم القوي ما بيدي شي، والله مرت علي ايام سود بدونك. الدكتور رجع قال لهم نريد دم لازم. احمد قال لهم انا اتبرع، واخذوا من اخوها دم اتبرع لها وطلعت من المستشفى. والدتها بغضت وياها. صار شهر على ولادتها، حالتها تحسنت. ذياب منتظر اللحظه الحاسمه اللي تروح بيه زهره البيت من البيت ويرجع السواد يخيم عليه هو وفهد. الطفله صحتها زينه. سوا قررت تروح لاهلها ويا امها واخوها، قالوا لها والدك مريض، ما قالت لهم راح تطلق قبل لا تطلع، منتظريها بالسياره. قالت لهم خلي اودع فهد. دخلت المكتب، فهد يحضن ابوه، بحضن أبوه يبكي عليها، حضنتها وقامت تبكي. قال لها ماما شو وقت ترجعين؟ باعت لذياب، قالت لها يمكن ما أرجع. قام يصرخ وضربها، قال لها ماما ديما عافتني وأنتي هم تعوفيني، وأنا أكره شي اسمه ماما. صعد لغرفته، سمر مقهورة عليه، باوعت الأمة لأم ذياب، بوستها وبوست الطفلة. قالت لها ذياب ما راح ياخذها منك لأنك بعد ما تخلفي. سمر صدمت، ليش؟ قال لها ذياب لأن شالوا الرحم، رحم الله يعوضك بهاي الطفلة، مستحيل أحرمك منها. سمر نهدت، إيش وقت تسوي عملية فهد؟ قال لها من يصيب عمر الطفلة 4 أشهر. سمر أنا ما راح أقول لأهلي على اتفاقنا، بس منا للموعد عملية فهد، أبقى عد أهلي من يجي وقت عمليته، أرجع نسوي عمليته وننفصل. ذياب قال لها وفهد ما فكرتي بي؟ قالت له ما أفكر بي أبو، قبل لا أفكر بي أنا عافه. عافتهم وطلعت، صلت بالسيارة بس قلبها معصوب على فهد. وصلت لأهلها لبيتهم القديم، ذكرياتها ما مصدقة رجعت، خلصت من السجن وشافت أهلها وأبوها نايم بالفراش، شافها وقام يبكي. طبعا سمر قلبها ملشوم من أبوها، قالت له أنت جرحتني جرح ما له علاج. يابا قال لها أبغيلي الذمة قبل لا أموت. حضنتها وتبكي، لا تقول تموت، بعيد يومك. ويابه بقى يومين، توفى أبوها. سما بدأت تشوف حياتها على عند أهلها مو نفس قبل، ما يطلعوها وياهم ويخافون أحد يسألهم هاي أختكم وين كانت، كانت شابدة وسعدها طفلة وين زوجها. سما تذكرت كلام مذياب صح، أهلها طيرة، ما فرحت دامت، ما دامت ليش، شنو ذنبي أنا، شلت ذنب أخطاء غيري والهسة جاي أدفع الثمن. قررت ترجع بس مو لذياب، قررت ترجع تكمل شغل المصنع ودار الأزياء اللي كانت تحلم تصمم، ياما صممت الديمة من كانت تقعد وياها. قعدت ويا أحمد أخوها وقالت له أنا مالي مكان بيناتكم أحمد، ليش تقولين ليش يمر زوجتك وأهلها
وعماتي حتى صديقاتي كلها تباوع لي بنظرات استحقار، عبالها ما انا كنت مهزومة ورجعت وياي طفلة. احمد دنك وسكت سما، ولا دنك يا اخوي، مالك ذنب، هذا قدري. احمد وين ترجعين؟ لدياب، انتفضت من سمعته اسمه، قالت لا ارجع اكمل مشروعي. ديما ام فهد كتبت باسمي وانا عندي خبرة بالتصميم. احمد قال لها خوش انا اروح وياك ومشي لك شغلك، وانا هم عندي شغل هناك والمصنع، انتي ما تدبري خليها وراي، اهتمي ببنتك. ومضت الايام وسمر بلشت شغلها بالعزياء والمصنع. اخوها يدير لها، اشترت بيت وسكنت بيه هي وبنتها واخوها، مرات يجيهم ومرات يسافر. كبرت بنتها، وبيوم دق عليها تليفون رقم ذياب. سمر الو، ذياب طول صافن طول صافن، وبعدين جاوبها شلونك حمامة. سمر الحمد لله تمام، شلونها بنتي ديمة؟ سميتها ديمة على اسم ام فهد. قالت له الحمد لله تمام. ذياب خابرتك فهد صحته من بعد ما رحت تدهورت، حتى الاكل تركه، وشلون راح يجي وقت العمليه؟ سمو قالت له انسى ارجع لسجنك، ما اريدش ترجعين، اريد ابقى يمك لحد ما نسوي عمليه. سمو عمليته كيفت لان تحب الفهد حيل، مشتاقه له. قالت له يا ريت انطت العنوان. وبالليل جاب لها فهد. فهد فرحان يشوفها بشوفتها، بحضن بها، يحضن بها وبوس بها ويشم بشعرها. قال لها ماما وين اختي؟ شالتها خلتها بحضنه. ذياب يتحسر عليهم، يريد ياخذهم بحضنه ويقول لهم سامحوني لكن ما عنده عذر، فهد لازم حجابها. وقع من شعرها، استحت ولبسته على السريع. ذياب والله ورجع طال الشعر. سمم اي كل شيء يصلح مرور الوقت، بس جروح بالقلب ما لها علاج. ذياب يعني ما راح تسامحيني سمر، مو بيدي هالشي، أقوي أقوى مني، مالك مكان بقلبي. فهد يباوع الشعر. سمر قال لها بابا أنا عندي نفس هذا شعرك، شعرك ضامه بالمكتب، مرات أشوفه يطلعه ويسولف وياه ويرجع. طبعا سمر افتهمت شعرها القصة، القصته وبقى بحضنه باقي محتفظ بيه. ذياب قبل لا يطلع قال لها عندي طلب قبل لا أطلب، هات شوفي هاي الأوراق. باوعت له، شنو هاي الأوراق؟ مال شنو ذياب؟ هاي الله عاقبني وطلع عندي مرض واحتمال ما اطول، راح اسافر اتعالج، اذا متت اريدش تبررين ذمتي. سمر ما صدقته، من قبت التحاليل تحويل الطبيب انصدمت، صح تركها، بس بنفس الوقت ابو بنتها ما تقبل اذيته. فهد امانة الله عندك، وقال لها وطلع. سمر من قال هيك حسيت جبل صعد فوق صدري وحمل كلش كبير، مالي طاقة اشيله وحدي. بقيت اقرأ قرآن وادعي له، ويمت قمت نيمت فهد وديمة، قعدت تكمل التصميم البنت ريف، عرض ازيائي جديد، بس بالي يم ثياب صعدت صدق يموت، مو كنت ادعي عليه يموت، ليش هسه اختنقت من حسي الصدق يموت؟ لا ما يموت، هو انسان قوي متسلط ما يضعف اكيد. ونامت والصبح قعدت ايديها وحدهن، راحن على التليفون وخابت ثياب تطمن عليه، سافر لو بعده بقوا يتخابون يومي الصبح بالليل، تسأل على صحته وسألها على صحة الجهال. سمر لاحظت فهد بعد ما من ينشمر يوقع وصحته زينة، تعال يعني الأعراض مال قبل اختفت. سألت ذياب قالت له فهد شنو أبد ما تجي حالته مال غيبوبة. ضحك قال لها سامحيني ترى فهد من الحبل السري أو من أخته، أول ما ولدتيه أخذنا له وسوينا له عملية. فهد ما قلت لك لأن ما حبيت تعوفينه، وقلت يمكن أكو أمل ترجعين. إنه سمر يعني فهد ما بيشي هسه ذياب، أنا ما أي ما بيشي سمر، شو وقت تبقى تخدعني وتخبي تمتلكني؟ بجت ذياب قال لها سامحيني بعد ما تنعاد ويجوز الله يحبك راح تخلصين مني. سمر بدت تقلق على صحة ذياب، مرات تتصل يطلع لها صديقة يقول لها تعبان ذياب، كان ياخذ جرعات كيميائية وتنقهر، وتقوم تبكي وتدعي له يتشافه، بس صوت صديقة مؤلم مو مألوف عدها عبالك، سامعته قبل بس ما ركزت بيه. مرة أحمد كان قاعد يلعب ويا ديمة، فهد يباوع على سما تفتر والجهاز بيدها، سألها يضحك شويش؟ قالت له ما بي شي، بس ذياب ما يرد، المفروض صار ساعة من يطلع من العلاج، ليش ما يرد؟ خاف صار بي شي. أحمد وأنتي ليش مهتمة بالكيمات؟ سمر ليش لا يكمل؟ طفرت
طفلت اسم الله عليه وسكت أحمد، ليش أنت مش وقت تقلقين عليه؟ قالت له ما أدري أحمد، أحس أن قلبي ينكسر عليه، وأطفال شلون بيهم؟ أحمد أنت موجودة؟ وبعدش صغيرة الزوجين ألف واحد يتمناك حلوة وناجحة وعندك فلوس، سوا خزبتها منه قال لك أتزوج بعد أحمد، يضحك بخبث الأرملة الصغيرة سمر شمرتها على مخده، وبقوا يتعاكون يضحكون لحد ما تعبوا. أحمد سألها سمر ليش ما ترجعين لذياب؟ قالت له مستحيل، بس أنا متعاطفة وياه لأن مريض. تذكرت ذياب واتصلت عليه، جاوبها صوته تعبان، قال لها أريد أناما تعبان. انقهرت عليه وبقت كل شوية تخابره. الصبح قعدت قبل لا تطلع للمصنع، أنطت تعليمات للمربية شلون توكل الجهال وتبدل لهم، وقبل لا تطلع اتصلت على ذياب، بقوا يحجون ساعة نست نفسها عندها شغل، بقوا يسولفون من استفسروا سوا وشلون من قاعدين هي وبنية أمريكية وشربت الخمر عبالها عصير، وذياب بسطها ضحكت قالت له والله عبالي عصير. ذياب قال لها انتي أطهر إنسانة شفتها بحياتي، ولو الله كتب لي عمر ما راح أطلقك. سمر سكتت، ذياب قال لها إذا تعافيت وما تمت تسامحيني وترجعين للبيت. سمر سكتت قالت له هو هذا المرض إلى علاج. قالها ما أعرف، أتمنى أتعالج بس ما جاوبتيني، عندي فرصة وياك حتى لو باقي بعمر نص يوم وياك قضية. قابل سمر ترددت قالت له بعدين أجاوبك، سدت التليفون وحست بروحها نسيت الشغل، فكرها كان يم ذياب يتعالج لولا، إذا تعالج تقدر ترجع تعيش وياه لولا. تذكرت أهلها شلون استقبلوها وشلون خجلانين منها لأن عندها طفلة، وتذكرت ذياب بكل مرضها هو يداويها، تذكرت من يضربها شلون وبعد يبعد يسهر يقعد يسهر وياها ليالي ويبكي عليها. تذكرت ما ياما بقت على البرد بالبرد ساعات بعناده، هو يبقى يمها يتحمل البرد، ذكرت شلون ضربها بقسوة من غيرته عليها وعذرته وقالت لأن ديما خانته وأخوه كتل أخوها أخوه، طبعا هالشي يصير متوحش وترجع تبكي وتقول لا والله ما عذرك ولا سامحه. خابرها أمها طمنت عليها وعلى الجهال وسولفت لها على ذياب ومرضها. أمها قالت لها أنتي تحبي؟ لا يوم والله ما أحبها أكرهها. قالت لها أمها ليش ما سألتك شلون يعاملك؟ كلش قلتي زين وياي وأنتي آثار الضرب لسه بجسمك. قالت لها لا يوم عمر ما ضربني. منو قالك؟ قالت لها هو كل شي سولف لي وشلون قسى هو وأهله عليك وشلون عاملك كخدامة ويضربك ويذلك. يمر بس تبكي سمر بس تبكي، كذاب يما كذاب. قالت لها والله انتي كذابة يا بعد عيون يوم، انتي غبري لو تعيشين طول عمرك ذليلة بدون رجال وسند إلك وتحرمين بنتك من أبوها، لو تسامحين وتخلين الماضي ورا ظهرك وتبدين حياة جديدة ويا زوجك. سمر إن شاء الله أفكر اليوم، وسددت بالليل حاضن فهد وديمة وتغني لهم ينامون. اتصل عليها ذياب قال لها هلا بالغالية، خجلت هلا ابو فهد شلون صار؟ قال لها باكر ارجع للبيت مشتاقة لفهد وديمة. سمر بس انت بعدك مريض؟ قال لها قررت ما اتعالج علاجي، شوفتكم وش وقت ما الى ياخذ امانته هلا بي. سمر يعني تموت روحك ذياب، والمن اعيش روحي فارقتني من زمان. سمر الخاطر جهالك، قالها انتي تفتكين وتوفين كفين وتوفين. سما سكتت بعدين قالت له الخاطر ذياب، قال لها كل الخاطر إلك بس انتي ما ترديني وهذا حقك. سما اوعدك احاول نبدي صفحة جديدة بس انت تحسن وارجع. ذياب يعني ما تطلبين الطلاق؟ سما ابتسمت، لا ذياب الدنيا ما لامتنا ان الفراق. قال لها شلون؟ رجعوا للبيت من ارجع اريد اشوفكم موجودين. سما ترددت قالت له بس ذياب قاطحة انتي انا صحتي ما تتحمل، ترى بأي لحظة أموتن، خلي قبل لا أموت أشوفكم إقبالي وأشبع منكم. سمر بجت له تقول أموت اسم الله عليك. دخل أحمد أخوها لقاها تبكي، حضنته وقالت له من نفيتوني وتخليتوا عني رجعت لكم بس ما لقيت حضن عندكم يحتويني، بس هذا القاسي الأناني اللي دائما كرهته من تركته ورجعت نفسه، هو ما تغير متمسك بيه ويحبني مكاني مو يمكم، مكاني يم اللي اشتراني صح أذاني بس طلب السماح وسامحته، أنتم أذيتوني بس ما حد بيكم طلب مني السماح. أحمد مصدوم من كلام أخته بس ملامحة صح كلها، قومي أوديك لبيتكم.
أخذهم هي وجهها للبيت ووقفت قبال غرفتها القديمة. تتذكر ياما نامت جوعانة وبردانة بيها وياما انضربت بيها بس ما حد كان يداويها بس هو نفسه دياب. ياما بقال الصبح برا باب غرفتها بالبرد حالة من حالها ضحكت وقالت أكيد سامحته بس لله يشافي يا ربي. أول ما ضبت غرفتها بدلت للجهال وبدلت ملابس سدت باب الكنتور شافت ثياب قبالها تخبلت شو وقت اجيت شو وقت ها بعد صاير زغران شعبك شو مسوي له زرع. تفاجأت بأحمد وراها يضحك تعرفين منو صديقة الحميم هو اللي يجاوبك من ورا كان الأخ يساوي زرع شعراته وتنظيف بشرة ثياب خزرة يا معود أبو سيدك راح انكتل سمر يعني أنت ما مسافر مو مريض. ضحكتوا علي أقول الصوت مألوف عندي أنا أعلمكم. أحمد طلع يركض يضحك وأنا راح رايح أبقو تعاكو. سمر تركض ورا دياب والله اليوم أموتك ما تخاف ربك شو وقت تبقى هالشي تضحك علي. سحبها من إيده وحضنها قوي حاولت تفك روحها منه ما قدرت له باسها ما باسها وهم أسئلها بإذنها أحبك يا حمامتي أنتي أطهر ذنوبي سامحيني سمر بخجل سامحتك بس بشرط دياب باوع لها شنو الشرط تبقى أسبوع كامل تنام بغرفة العمال وحدك بالبرد بدون غطاء. ذياب قال لها صار بس مو اليوم قالت له لا اليوم وفعلا نام غرفة العمال كان مستعد يسوي أي شيء بس لا تروح من إيديه. سمر بينها وبين نفسه معقول لهالدرجة يحبني إذا قام يومين أنا أسامحه وبقى أسبوع ينام غرفة العمال اللي كانت أول ما جتهم تنام بيها كان قاعد يتعشونه فهد يحضنه بحضنه وديمة على امتونه صعده وقافي قال لها حبيبتي يا جنونة أخذيهم ناموا وشالتهم نيمهم وهو كالمعتاد باسها وباسها وطلع من الغرفة نام غرفة العمال شوية وحس الباب انفتحت جابت له غطى قالت له صار تعديل بالعقوبة ها قطي غطى وضحك الضحكة اتسحبها من ايدها كافي خلصت عقوبتي وقعدها بحضنه يباوع العيونها لأنك بالتزامك مو عاشت سمر ويا ذياب وفهد وديمة وذياب عوضها عن كل شيء مضت فيه وبيوم يوم عن يوم يوم يتعلق بيها أكثر. خلصت قصتي وأتمنى أنه تعجبكم ونشكر الكاتبة بائعة ودق القريشي.